وهذا العمر لم يبقى معنا منه إلا أمران. الأمر الأول الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. هذه الفطرة أن كل مولود من البشر ولو ولد بجزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم وماتت عنه أمه صغيرا، لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، فإن هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو ما يكبر في صدره مما سوى ذلك من الخلائق. لكن لا بد أن يعتقد الإنسان أنه محتاج إلى رب يعبده، ومحتاج إلى دين يتدين به، ومحتاج إلى تشريع يحل له ويحرم. هذه فطرة راسخة لدى الإنسان كله، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. لكن هذه الفطرة تفسد بمفسدات الفطرة، ومفسدات الفطرة هي التكبر والعناد والتقليد.